يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أولا يعني حق علينا أن ندعو لأهلنا في فلسطين وفي غزة، ربنا يثبتهم وينصرهم ويهون عليهم بهاي الأيام الصعبة. حقيقة لا فوز ولا خسارة ممكن تنسينا أهلنا في فلسطين، ولا ممكن إنها تنسينا ندعو لهم. الحمد لله رب العالمين، بداية يعني تكاد تكون يعني مثالية، إن شاء الله أنها تكون مثالية. شكرا لكل المنظومة الكروية، بداية من الكابتن موتى اللي غادر الفريق حقيقة بوقت صعب، شكرا له، هذا الجزء الأكبر هذا عمله. شكرا للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي اللي حقيقة يعني اليوم كانوا على قدر المسؤولية. ببارك للجماهير، هي صاحبة هذا الفوز، ببارك لهم وبحكي إنه حق لهم إنه يعني السنة يفرحوا بإذن الله في بطولة، وإن شاء الله أنها بتكون بداية لمشوار التتويج في اللقب بإذن الله في قادم الأيام. يعني اكيد يعني هذا قرار تحكيمي في النهايه، قد يصيب الحكم قد يخطئ، حقيقه انا يعني ما شفتها، لكن في النهايه اذا اصاب فها يعني شكرا، واذا اخطا لا حول ولا قوه الا بالله. في النهايه خسرنا نهائيات كاس اسيا وكان علامات استفهام على 3 ضربات جزاء في نهائيات اسيا. في النهايه النتيجه آلت الى ما آلت اليها، هارد لك للوحدات، لجماهير الوحدات، للاعبي الوحدات، للجهاز الفني للوحدات، حقيقه ادوا مباراه كبيره، واعتقد انها مباراه برغم الغياب الطويل عن المنافسات للفريقين إلا أنها مباراة كانت في أغلب أحداثها مثيرة، ومباراة يعني تكاد تكون ذات مستوى جيد جدا إن لم يكن عالي. يعني كابتن، بالنهاية بماذا تعد جماهير الحسين؟ أنا بوعد جماهير الحسين بأني لن أتوانى عن بذل ذرة عرق في خلال عملي، لكن التوفيق من الله عز وجل، وبتمنى ربنا يوفقني أنا والجهاز الفني والإداري ونحقق لهم البطولة، لكن أنا علي الاجتهاد والعمل والتوفيق من ربنا. حبيبي بنقول أول شيء مبروك لنادي الحسين وهارد لك نادي الوحدات، والوحدات قدم مباراة يعني ممتازة، والحسين وهي كرة القدم فيها الفوز والخسارة، بس الحكم المباراة ما كان متوفق، يعني الأمان الكابتن مخادم ما كان متوفق في إدارة المباراة، يعني كان مرتبك من بداية المباراة بالتحكيم وما كان قادر على المباراة. يعني أنا بطلب من اتحاد كرة القدم يعيد المباراة ويشوف المباراة، كلها أخطاء بغض النظر أخرى عن ضربات الجزاء، ضربتين جزاء في وقت ضائع، احنا لمنا الحكم الصيني لما حكم في الوقت الأصلح حسب 3 ضربات جزاء، احنا الأستاذ مخادم ضربتين جزاء في الوقت الضائع وكل قراراته غلط، كان فاول ولا كورنر يعني ما بعرف، ما كان متوفق، بجوز يعني بفكر في شيء ثاني، والله يعطيه العافيه. احنا ما نلوم الحكم الصيني على هيك تحكيم، والله يعطيكم العافيه.